هاد الفيديو غادي نبين لكم كيفاش نهضة بركان غتربح قضية اللي افتعلتها المخابرات الجزائرية. في هاد الفيديو الإخوان غادي نبين لكم بأن نهضة بركان ربحت دولة على قدها. غادي نبين لكم بأن نهضة بركان أظهرت وأبانت عن حمق النظام بالجزائر والذي لا يفقه شيئا. في هاد الفيديو الإخوان تفضلتوا بالبقاء معنا، غتعرفوا أشياء أول مرة غتفهموها. انتهت أزمة نهضة بركان، انتهت الأزمة التي وقعت فيها نهضة بركان واختلقها نظام الجزائر، اختلقتها المخابرات الإيرية واحتجزت أقمصة وأمتعة نهضة بركان. انتهت أزمة بركان وأظهرت أن الخريطة المغربية تسبب الصداع وتسبب أزمة نفسية داخل دولة الجزائر. قيمة الخريطة دي المملكة المغربية اليوم أبانت عن الحقد الدفين لدى الكبرناء، وأعادتنا للمقولة الشهيرة للحسن الثاني رحمه الله، مقولة اللي بدأت تنذكر هذه الأيام بكثرة: لا نريد للعالم أن يعلم أن الصحراء المغربية، لا نريد لكولومبو أن يكتشف أن الصحراء المغربية، لكن نريد للعالم أن يعلم من حشرنا بالجوار. الأزمة اللي افتعلتها المخابرات الجزائرية للأسف، الأزمة اللي افتعلت هذه الدقاميس للناس هادو، اليوم غادي نبين لكم اخواني اخواتي. تفضلتوا بالبقاء معنا، هشام خضري قناتي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك. المغرب اولا ولا غالب على الله، وعاش المغرب ولا عاش من خان. يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم ادافع عنك يا هذا الوطن. نهضة بركان فريق رياضي داخل القاره ديال افريقيا، يشارك في منافسه افريقيا، وفهموا معنا الاخوان، في بدايه اي منافسه كيكون تصوير ديال الانديه المشاركه بالأقمصة ديالها واللاعبين، كيكون تقديم اللاعبين، كيكون تقديم ثلاثة أقمصة لكل نادي: اللون الرسمي، اللون الثاني، واللون الاحتياطي. إما في تقديم المباريات، إذا كانت المباراة يوم الأحد، في جميع المباريات بدون استثناء، في جميع المباريات إخواني أخواتي، كانت المباراة يوم الأحد كيكون تقديم يوم السبت، كتكون ندوة وكيكون واحد لجنة ما يسمى باللجنة التقنية، كيكون اتفاق على النادي المستضيف كيلعب باللون اللي بغى هو، عنده الاحمر كيلعب بالاحمر، كيكون الاختيار للفريق الثاني انه يعطينا اللون باش غادي يلعب. الا كان هاد الالوان متقاربه، البرتقالي مع البرتقالي، فالفريق يعود للون الثاني، واذا كان قريبا يعود للون الثاني. لكن قبل هاد الاقمصه كتكون معتمده لدى الكاف على اي فريق لعب ما لعبش بهاد الأقمصة يتحمل العقوبات من الكاف أو الفيفا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى غير من الاتحادات. تكون الأسماء ديال اللاعبين، تكون أسماء ديال الجميع قبل بداية المنافسة. هاد الشيء اللي دايره نهضة بركان. لكن انت اش وقع والأخطاء اللي وقعت فيها الجزائر؟ غادي نعطيكم الأخطاء اللي وقعت فيها الجزائر. أولا نط الفاف الاتحادية الجزائرية اللي غتكون عندها دعوة من الشركة الراعية واللي عندها الوسام ديالها على القميص أو البدلة، الشركة اللي معتمدة والشركة اللي دايرة اتفاقية مع نهضة بركان من أجل تزويد الفريق بالأقمصة والبدلات والأحذية الرياضية. الخطأ الأول اللي ارتكبوا الفاف والتكبوا الاقتصادي، واللي غادي تسلط عليه عقوبات وغادي يدخل مع المحكمة، وأظن أن محكمة تجارية، هي أنك تأخذ قميص وتستنزخ واحد بحاله بدون علامة ديال الشركة، وما عندكش الحق وما جديتيش الترخيص من الشركة الفلانية باش دير قميص. أول خطأ. الخطأ الثاني أن نهضة بركان لم تتوصل بالأقمصة المعتمدة. هم غيديروا التقرير ديالهم، مندوب المقابلة غيدير التقرير ديالو، والمسؤول على الكاف غادي يدير التقرير ديالو. نهضة بركان حضرات الملعب، بغات تدخل الملعب، ولكن ما عندهاش الأقمصة باش تدخل. هاد الناس ما يدخلوش بالفوقيات، وما يدخلوش بالجلالب، وما يدخلوش بالكومبليات باش يديروا الإحماءات، هذه معروفة الإخوان والأخوات. فهنا النظام الجزائري والمخابرات الجزائرية واش ما عندهاش مستشارين قانونيين؟ واش ما عندهمش خبراء قانونيين؟ الإعلام الجزائري قال بأن علينا الالتجاء مباشرة إلى الطاس، لأن في الاتحاد الإفريقي غتغلبنا نهضة بركان. فنهضة بركان انتصرت على الجزائر، وانتصرت على اتحاد العاصمة، وانتصرت على نظام الجزائر، وانتصرت على كل الجزائريين، وانتصرت على حفيظ الدراجي، وانتصرت على وليد صادق. فريق نهضة بركان فريق المغربي الذي له كل الحب والتقدير الرجال، وإلا فلا ما نلعبوش إلا إذا كان لنا القميص ديالنا والتوني ديالنا اللي حاز الخريطة المغربية. هادو هما المغاربة، وهذا هو الإيمان بالقضية. ولولا مثل هؤلاء الرجال لأكلنا الكبرانة وأكلنا نظام الجزائر أكلا
لان الناس كانت عندهم فلوس وعندهم الشكاره كانوا كيقدموا اموال الاخوان. نزيدكم هذه المعلومه باش نسالي الفيديو. كيمشيو مثلا لبلد اكس اللي هو افريقيا، 6 شهور ديال الدواء، 6 شهور ديال المازوت والبترول، 6 شهور ديال الخلاص ديال الموظفين، فقط انك تدعم مرتزقه البوليزاريو، فقط انك تعترف بمرتزقه البوليزاريو، فقط انك تحتضن مرتزقه البوليزاريو. هكذا كان يتعامل النظام الجزائري، ولهذا احرار الجزائر ينادونها دوله مدنيه وليست عسكريه. الف مبروك لنهضه بركان، والف مبروك لنا حتى حنا، وخليتكم على خير، والسلام عليكم.